أن تقرير ثورته كاميرا يحكى أن عن حفل توقيع ومناقشة جميع أعمال الكاتبة المتميزة دكتور ريم بسيوني. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الدكتورة ريم بسيوني بتحب التاريخ بشكل كبير جدا، والحقيقة أنها بتكتب عن التاريخ من زمان وهي متميزة جدا في كتاباتها فيه. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. احنا بنوقع وكمان بنوقع عقود لكتب صوتية. انا سعيدة جدا بفكرة الكتب الصوتية لانها ادت فرصة لناس كتير جدا يمكن ما عندهمش الوقت ان هما يقعدوا مع كتاب، يمكن هيسمعوا كتاب وهما ماشيين في الطريق، يمكن يعني مش قادرين ان نظرهم ما يسمحش ان هما يقروا. فالحمد لله انا سعيدة قوي قوي بالفرصة ان الكتب بتاعتي تكون متاحة بطريقة اكبر. دلوقتي انا بكتب عن العصور الاسلامية الوسيطة في مصر، دي كل يعني اكتشفت اكتشافات عظيمة ما كنتش اكتشفتها قبل كده من مؤرخين، من علماء، من يعني اكتشاف فن، من عمارة. فحاسة ان انا بتعلم وانا ببحث في التاريخ، وبحب ان القارئ يشاركني المعلومات اللي انا لقيتها، خصوصا لو كانت معلومات جديدة عننا كلنا. بيميز دكتورة ريم استخدامها في اللغة كويس جدا، هي اصلا خريجة لغة وكده ودي تخصص بتاعها يعني، بس انا بحب طريقة اللغة السهلة المفهومة بتاعتها اللي بتخليك وانت بتقرأ بتقدر تفهمها بسهولة وكأنك انت بتتكلم، وهي اصلا بتكتب حلو قوي الديالوجز. اكتر عمل بحبه لدكتور ريم بسيوني رائحة البحر، عشان انا من اسكندرية ورائحة البحر بتكابتشر اللحظة لحد بيعشق بيته قوي والحتة اللي هو كبر فيها، فعشان كده بحب عشان نتكلم عن اسكندرية والحب والحاجات دي. دي رائعة رائعة، أنا قريت لها بالذات الأساسيين اللي هم التاريخية أولاد الناس، قريت لها الحلواني، القطائع، الحب على الطريقة العربية اللي هي طبقا لأحداث غزة، يعني قريت لها كذا حاجة ولسه أنا بعمل لها مجموعة دكتورة ريم بالذات. كل كتبها حلوة وكل حاجة، بس أنا طبعا الثلاثيات بحبها قوي، سبيل الغرق ده دايما بيبقى قريب من قلبي قوي، دايما بستنى كتاباتها على طول يعني، وانس انها تنزل يبقى خلاص انا بجيب واقراها طول. هو انا اول ما عرفت الدكتوره ريم عرفتها عن كتاب اولاد الناس، فلما قريته لفت نظري الاسلوب الجديد بتاعها والتاريخ فيه في عن طريق القصه. بعد كده لما بقيت الاقي القصص بتاعتها يعني تقريبا قريت معظم قصصها، فهي اهم حاجه هي بتهتم بالمشاعر الانسانيه. دكتوره ريم بتمتاز ان بتكتب التاريخ بطريقه روائيه، فده طبعا بالنسبه لي انا كقارئه حسيت ان التاريخ بقى سهل بالنسبه لي ان انا بقراه كقصه. هو حقيقي ما كنتش محبش اقرا التاريخ كتير، لان هو كان عباره يعني اي كتاب تاريخ كنت اقراه قبل كده كان بيبقى عباره عن تسجيل للاحداث.